مشاهدينا الكرام، للمزيد بشأن تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين ومواصلة قوات الاحتلال قصف القطاع المحاصر وتجويعه، إضافة إلى آخر التطورات الميدانية والسياسية ذات الصلة، ينضم إلينا عبر سكايب من نابلس عضو المجلس الوطني الفلسطيني الأستاذ محمود الصيفي. حياكم الله أستاذ محمود. مساء الخير لك ولكل المشاهدين. حياكم الله، مساء النور. بداية، يعني وصلنا إلى اليوم 87 بعد 200 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. جيش الاحتلال يستمر بهجماته، يكثف من غاراته على غزة المحاصرة على مواقع مختلفة من القطاع. يعني نتنياهو ألا يشير ذلك إلى أن نتنياهو لا يريد التفاوض، لا يريد وقف إطلاق النار، لا يريد الحلول السلمية، يبحث عن الدم. نعم، يعني رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني هو واضح حقيقة، واضح في مواقفه، واضح في تصريحاته. يعني أمس كان في معبر رفح وكان يتحدث بغرور بين أفراد عصابته القتلة في من الجيش الصهيوني، وهو يتبجح أن هنا سنبقى. وجيش الاحتلال يعني يتلقى الأوامر حقيقة، يتلقى أوامر هذه التعذيب والقتل والتدمير، يعني يتلقى هذه تعليمات نتنياهو. يعني صحيح يعني هناك قائد للجيش، هناك وزير الدفاع، ولكن هذا نهج من هذه الحكومة العنصرية، حكومة الاحتلال، حكومة القتلة. يعني أمام كل هذا العالم نشاهد نتنياهو وهو يتجول في معبر رفح بغرور. وهذا الرجل يعني لم يشبع من دماء أهل غزة والشعب الفلسطيني. طيب نعم. أستاذ محمود، محكمة العدل الدولية اعترفت بحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وقالت ليس من حق الإسرائيليين أن يهجروا الفلسطينيين. ما أهمية هذا التصريح والاعتراف الآن، وما مدى تأثيراته على الواقع الموجود حاليا؟ يعني سابقا حقيقة هناك قرارات كثيرة لصالح القضية الفلسطينية، ولكن في ظروف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها حكومة الاحتلال الصهيوني، وتوقيت حقيقة هذه القرارات من محكمة العدل الدولية لإدانة هذا الاحتلال، لإدانة هذه الدولة العنصرية، يعني هذا جاء في وقته ويؤكد انتصارا لهذه القضية، انتصارا للشعب الفلسطيني. يعني العالم رحب حقيقة، العالم رحب بهذا القرار، وهذا لم يسبق له مثيل في تاريخ القضية الفلسطينية. يعني الآن عدد الذين يعترفون بالدولة الفلسطينية يعني 149 دولة الآن بعد قرار محكمة العدل الدولية باعتبار أن فلسطين من استحقاق عملها وجزء من عملها. وهذا أغاض حقيقة، هذا القرار اليوم أغاض حكومة الاحتلال ومسؤوليها. يعني انظر يعني جلعاد أردان ممثل الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة دعا إلى عقوبات ضد هذه المحاكم، محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات الدولية. أي مؤسسة دولية تقوم بانتقاد هذا الكيان، انتقاده لهذه الجرائم وهذه الانتهاكات، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في مدينة القدس، كل هذه القرارات التي تصدر لصالح القضية الفلسطينية يهاجمها مسؤولية حكومة الاحتلال. وبالتالي هذا لكن أستاذ محمود، هذه القرارات لا تؤثر على مجريات العمليات العسكرية، لا تؤثر على التهجير، على قتل الأبرياء، على المجازر التي ترتكب يوميا. هي نعم تؤكد ما هو معروف لدى الجميع، أن فلسطين كدولة مستباحة محتلة من قبل كيان غاصب، لكن هذا لا يعطي مزيد من الامتيازات للفلسطينيين، لا يقوي من موقف المعارضة، المقاومة، لا يقوي من وضع السكان الفلسطينيين المحاصرين الآن اللي هم بلا علاج، بلا غذاء، بلا مستلزمات أساسية. ما فائدة هذه التصريحات؟ يعني قرار يعني لصالح القضية الفلسطينية مهم بهذه الظروف، ولكن
يعني الآن هذه الدولة العنصرية لديها الغطاء، الولايات المتحدة الأمريكية هي توفر لها الغطاء الأمني السياسي العسكري، ولذلك مطلوب حقيقة، مطلوب من المجتمع الدولي، ولو أن هذا المجتمع الدولي هو تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا المجتمع يجب أن يتحرر من سطوة الولايات المتحدة، خاصة أمام إجماع شعبي رسمي عالمي، خاصة في أوروبا، على إنصاف الشعب الفلسطيني. عليهم أن يتحركوا، عليهم أن يفرضوا عقوبات على هذه الدولة، على هذا الاحتلال، دون النظر إلى قرارات الإدارة الأمريكية. يعني الإدارة الأمريكية توفر كل الغطاء حتى القانوني، ولكن الآن العالم ينظر إلى الولايات المتحدة أنها شريك في هذه الجرائم، ولذلك مطلوب من كل الدول التي تعترف بالقضية الفلسطينية، بالدولة الفلسطينية، عليها أن تفرض عقوبات على هذا الاحتلال، خاصة وقف تزويدها بالسلاح. طيب. يعني ألمانيا هي ثاني دولة في تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح. أستاذ محمود، على الصعيد الإنساني، مصادر فلسطينية تؤكد وصول شاحنتين من تحملان طبعا أدوية وتحملان وقود إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، بالإضافة إلى إعلان الأونروا أيضا بأن الوضع الإنساني في غزة أصبح سيئا للغاية، الأمور تدهورت إلى ما لم يعد يحتمل بالنسبة للمحاصرين في داخل القطاع، هل تكفي هاتين الشاحنتين لمعالجة هذه الكوارث التي توجد في غزة؟ هل تتناسب هاتين الشاحنتين مع كمية المهجرين والنازحين داخل قطاع غزة؟ يعني الآن الموضوع الطبي والصحي والغذائي، كل هذا حقيقة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة معرض، يعني الآن يعيش مجاعة حقيقية، يعيش عملية تعطيش. يعني هناك، يعني أمس قرأت يعني تقارير حول موضوع المجاعة، وهناك منظمات حقيقة صهيونية في الولايات المتحدة وفي الكيان الصهيوني تتابع عملية منظمة لمنع وصول القوافل الغذاء إلى قطاع غزة، الغذاء، الدواء. وأنت تتذكر في يوم 12 أكتوبر ماذا قال ما يسمى وزير الدفاع الصهيوني؟ نعم. قال لا ماء، لا كهرباء، لا غذاء لقطاع غزة. نعم. وهو يطبق سلاح المجاعة، سلاح التعطيش، وسلاح الذي يستخدمه في التدمير والقتل. نعم. طيب، نصل إلى النقطة الأخيرة المتعلقة بالوضع الصحي أستاذ محمود. وزارة الصحة في غزة أعلنت اكتشاف بالتعاون مع اليونيسف، اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي الواصلة إلى مخيمات النازحين. هذا الفيروس يوجد حاليا في دولتين فقط في العالم، يعني كيف وصل إلى غزة؟ كيف وصل إلى هذه النقطة؟ كيف يمكن أن تحتوى هذه الكوارث الصحية، الجوائح الصحية، هذه الفيروسات في ظل غياب المقومات الأساسية الطبية، في ظل غياب المنظومة الصحية التي يمكن أن تحتوي هذه الفيروسات؟ يعني هذا يوجه نداء حقيقة، نداء منظمة الصحة العالمية، لكل أصحاب الضمائر في هذه الدول التي تنظر وتشاهد هذه المأساة التي يعيشها أهل قطاع غزة. يعني اليوم المنظمة الدولية أعلنت أن 554 ألف امرأة تعاني من سوء التغذية، يعني سوء التغذية، يعني هناك مجاعة حقيقية. وأيضا هناك يعني مستشفيات قطاع غزة 36 لا يعمل أي مستشفى بكامل يعني خدماته، يعني إضافة لتدمير أكثر من 26 مستشفى. نعم. كيف حقيقة، كيف سيواجه السكان، حتى المنظمات الدولية والمنظمات المحلية، يعني يكافحون تحت النار وهم يعالجون ويقدمون الخدمات الصحية. وأنا يعني أؤكد أن كل هذه الأمراض هي تدبير صهيوني. يعني أين المحطات التنقية، محطات تنقية المياه، محطات المياه العادمة؟ يعني جيش الاحتلال دمر كل هذه المحطات. يعني الأمراض يجب أن تنتشر أمام هذه الحالة الصحية والكارثية حقيقة في قطاع غزة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمود الصيفي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، كنت معنا عبر سكايب من نابلس، شكرا جزيلا لك.